عناوين الاخبار وجوله ابرز العناوين. تمام. اول عنوان معانا: الرئيس السيسي بيطلع على سير العمل بعدد من المشروعات القوميه، بيوجه بتنفيذ احدث وارقى التصميمات لاحياء العاصمه الاداريه الجديده بما يتواكب مع المعايير العالميه وتكنولوجيا المدن الذكيه. تمهيدا لانطلاق انتخابات النواب غدا في الخارج، الجاليات المصرية تواصل وطباعة بطاقات الانتخابات للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، والهجرة والخارجية ينفذان غرفة عمليات لمتابعة الموقف. وزارة الصحة بتعلن تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة، ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس لأكثر من 98 ألف حالة. خلفا البيبلاوي، انتخاب محمود محي الدين مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولي ممثلا لمصر والمجموعه العربيه بالمجلس، مع تعهد بمسانده الدول العربيه لتحقيق اهدافها الاقتصاديه والتنمويه. الحكومة السودانية تبدأ إجراءات تحويل 335 مليون دولار لعائلات ضحايا الإرهاب بالولايات المتحدة مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الحكومة اليمنية تدين تعيين إيران سفيرا لها لدى الحوثيين بالعاصمة صنعاء والتلويح ببيع السلاح للميليشيات، وتطالب مجلس الأمن بالتدخل وتعتبر الخطر تهديدا لأمن واستقرار اليمن والمنطقة. طب دي كانت أبرز عناوين الأخبار وأهم الأحداث اللي يعني وقعت خلال 24 ساعة. خلونا بقى نروح لأخبار الطقس، وزي ما محمد بيقول يعني احنا عايزين نطمن الحقيقة لأي مدى أحوال الطقس مستقرة، لكن بصفة عامة هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شبورة مائية صباحا، رياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، وهيسود طقس مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، الرياح معتدلة تنشط أحيانا، بيسود طقس حار على جنوب سيناء، رياح معتدلة تنشط أحيانا أيضا، وطقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ورياح هتكون معتدلة. طيب خلينا نسمع من الدكتور محمود شاهين اللي هو معنا على الهاتف دلوقتي، الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أحوال الطقس النهاردة وبكرة إن شاء الله. صباح الخير يا دكتور محمود. دكتور محمود. طيب لغاية ما دكتور محمود يسمعنا خلينا نتابع بيان بدرجات الحرارة، ونحاول إن شاء الله نتواصل مرة تانية مع الدكتور محمود شاهين، نتابع.